يا أخي نحن حركشنا، ما علينا نطرق كف مرة لهيدا العدو. بدل تصدر حماس كمقاومة للمشهد جعل يعني حجم الاستفزاز عالي كتير بالنسبة للكثير من الدول العربية. هل تقبلين باغتصاب النساء؟ يمكن بقول لي أنه هو متعاطف مع وائل دحدوح. والله إن شاء الله تسلم، غمرنا بلطفك يعني ألا تخجل؟ بينما مجتمع غزة، مجتمع المسلمين رولا، بعتذر أنا مضطرة أن يكون هالقد واضحة. رئيس الوزراء الكينيدي مثلا ما قادر ينزل على الشارع، أنت محتل تطلع برا، هالقد حجماني. نحن قدمنا لكم، نحن عملنا لكم يا أخي معبروا أصلا يا المعبر المسكر. طلع نسبة كتير عالية، نسبة 96% متضامنين مع القضية الفلسطينية قلبا وقالبا. شكرا للشعب السعودي، أنتم لستم متصهينون، أنتم صهاينة كذا. بس صح. تخلص المعركة، منعتوا بقد ما بدنا على المقاومة اليوم ما في مجال أبدا. ربما إسقاط رؤوس كبيرة، وما تنسى أنه الانتخابات الأمريكية بعد عليها بقي إلى 11 شهر. شفنا روجر ووترز نحن طلع حط على الشاشة فري بالستاين. الكن عين يا عرب، ما بتستحوا، بدنا نوقف هلا دقيقة صمت عن جد. انت وزير اعلام اللبناني والعدو يا اخي على حدودك، يا اخي صوتك ما طلع، ما قلق فدي اعتب على اليسا ولا على نانسي. ونحن بدنا 1700 واحد قبلك، خلي الكيان المحتل يلتزم. خلي ليش محسسني انه السلام هو انت يعني يا بطارة؟ طب رجعني بالذاكرة بس للحرب السورية، تعال احكي لك عن الفصائل المسلحه اللي انت دعمتها. هل هيدي الامور بتسبب لك اوقات حساسيه ما بحكم موقعك الاعلامي الى جانب الرئيس نجيب ميقاتي رئيس الحكومه؟ فشكرا يعني لبلدي حقيقه، لبلدي ولمقاومه بلدي.